فلسفة الأحكام. قالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: ففرض الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة زيادة في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تسنية للدين، والعدل تسكينا للقلوب، والطاعة نظاما للملة، والإمامة لما من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على الاستجاب، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية عن السخط، وصلة الأرحام من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء للنذر تعرضا للمغفرة، وتوفية المكائيل والموازين تغييرا للبخسة، واجتناب قذف المحصنات حجبا عن اللعنة، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، والتنزه عن أكل أموال اليتامى إجارة من الظلم، والعدل في الأحكام إيناسا للرعية.